بمعنى أننا لو شطبنا على كل أحاديث معاوية لا ينقص الدين شيء بفضل الله تبارك وتعالى، لو شطبنا على كل أحاديث بُسر ابن أبي أرطأة، على كل أحاديث مُسرف ابن عقبة، مُسرف ابن عقبة سماه السلف مُسرف ابن عقبة عليهم الله ما يستحق، وهذا صحابي تحكى له صحبة، على كل أحاديث أبي الغادية قاتل عمار ابن ياسر، وقد صح عن رسول الله أيها الإخوة أنه قال قاتل عمار وسالبه في النار، وهذا صحابي والنبي بشره بالنار، قاتل عمار وسالبه في النار أيها الإخوة، أين أحاديثه؟ لا تعنينا. وهكذا الحكم ابن أبي العاصي ابن أمية ابن عبد شمس ابن عم سيدنا عثمان رضي الله عن عثمان، ولا رضي الله عن الحكم، طريد رسول الله، طريد رسول الله، وأبو مروان ابن الحكم رأس من رؤوس الفتنة الذي ضرب طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة رضي الله عن طلحة وأرضاه، الشهيد الحي، الشهيد الحي، ضربه يوم الجمل بسهم فقتله. طبعاً من الذي قتل طلحة؟ بالإجماع مروان ابن الحكم، الوزغ ابن الوزغ، الوزغ ابن الوزغ الذي قالت له عائشة كذبت ولكن أنت فضض، فضض من لعنة الله ورسوله، قالت له أنت فضض من لعنة الله يا مروان، تدعي أن القرآن نزل في أخي عبد الرحمن، سيأتيكم في محله. في مرة أخرى أو في رواية أخرى قالت أشهد، أشهد أن رسول الله لعن أباك يا مروان وأنت في صلبه، ملعون معناها ابن ملعون والعياذ بالله. هؤلاء أيها الإخوة لو نفيناهم واستغنينا عما رووا من أحاديث أيا كانت قليلة أو كثيرة لا ينقص الدين شيء بفضل الله تبارك وتعالى.